أخبار اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم وحلويات عيد الفطر المبارك. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم الغليبة بتاعت العيد. الغليبة مكوناتها سهلة وبسيطة، هي بتتكون من 3 مكونات وهي الدقيق والسكر البودرة والسمنة. المقادير بتاعتها انا هنا عاملة مقادير لحوالي طبق او طبقين، طبعا انتي ممكن تضاعفي الكمية، بس في حاجة، احنا لو بنعمل كوباية دقيق بيبقى عليها نص كوباية سمنة ربع كوباية سكر، هي ماشية كده بالترتيب. يعني نقول مرة تانية، كوباية الدقيق عليها نص كوباية من السمنة عليها ربع كوباية من السكر البودرة، كوبايتين مثلا من الدقيق هيبقى عليهم كوباية سمنة نص كوباية سكر بودرة وهكذا. التزيين بقى بتاع الوش اختياري، ممكن نحط حتة من اللوز حتة من الزبيب بتاع، لكن انا هنا جايبة حبات لولو كده، لو شايفاها معايا حبات لولو كده بتتحط، دي حلويات برضو يعني قابلة ان هي تتاكل. دي عاملة انا جايباها بحوالي عاملة 5 جنيه، مش غالية ومتوفرة، هتلاقيها يا اما عند العطارين يا اما هتلاقيها عند المحلات اللي بتبيع مستلزمات الحلواني، هي بتبقى علبة بالشكل ده كده، تيجي كده وتزيني بيها. الطريقة بقى بتاعتنا، انا بحب اضرب السمنة والسكر مع بعض هنا عشان ده انا اقدر اتحكم فيه بدل ما اجيب حاجة واسعة وكل شوية ايه يعني تعمل لي مشكلة، معرفش ان انا لم السمنة السمنة والسكر كده. هنحط السكر البودرة والسمنة بالشكل ده كده وهنضربهم مع بعض لحد ما يبقوا زي الكريمة، هنركن بس دي شوية ونضربهم هنا مع بعض لحد ما تبقى زي الكريمة. معلش بس علشان الصوت هيعمل دوشة، انا هضربها وارجع لكم. هنا اهو السمنة، بصوا زي ما انتوا شايفين لونها مع السكر بقت لون الكريمة. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا ونحطه، وطبعا لازم زي ما انتي شايفة انا بشتغل كله بايدي وما ينفعش تلبسي جوانتي عشان ايدك هي اللي تقدري تقيسي بيها. هنعجن كده بالشكل ده، المعيار ده بتاع الكوبايات انا بحب قوي اشتغل فيه علشان بقدر اتحكم في الكمية بتاعتي وفي طريقة العجن او كده بالشكل ده. انا بقول ان هي ممكن يعني ازود لها مثلا معلقة من الدقيق كده علشان تلف معايا، هي كده هتبقى يعني بتدف في البق زي ما بيقولوا، بس انا بحب ان انا يعني اكلها تكون ناشفة شوية بالنسبة لي انا. لو انت حباها تكون طرية خالص مفيش مشكلة. اهي هجيب بقى، هغسل ايدي وهجيب الصينية اللي هعمل فيها واوريكم بتتشكل ازاي. هنا هو انا جبت الصينية وحطيت فيها ورق زبدة، هنجيب العجينة بتاعتنا، هنجيب قطعة كده صغيرة بالشكل ده ونلفها كده بين ايدينا بالراحة ومن غير ما نضغط عليها، اهي كده نحطها في الصينية، وهنجيب حبة من حبات اللولو اللي انا قلت لكم عليها دي وهنحطها كده فيها بالشكل ده، واحدة كمان اهو، نحاول نخلي ايدينا تبقى كلها الحجم واحد للعجينة كده، واشتغلي بايدك مش بجوانتي عشان العجينة ما تتهراش وتطلع منك في الجوانتي كده، ونسيب مسافة بينهم يعني نخلي كده مساحة حلوة، ونجيب حبة من اللولو نحطها هنا وضغطة خفيفة خالص كده. هنكرر بقى العملية دي لحد ما املى الصينية، وهندخلها الفرن على الحرارة المتوسطة اللي احنا سوينا عليها قبل كده في الحلقات السابقة الشكلمة، حرارة متوسطة هادية، ونحطها على الرف الاوسط مش تحت على اللي بتاع، لا على الرف الاوسط، لحد ما يبقى من تحت لونها ذهبي شوية ومن فوق يبقى برضه لونها عاجي، لان الغريبة من الحاجات اللي ما بتاخدش سوى كتير. اهو كده انا هخلص الكمية دي وهوريكم قبل ما ادخلها الفرن هتبقى عاملة ازاي. هنا اهو
عملتها وشكلتها كلها قد بعض. المقادير بتاعتي اللي انا عملتها عملت لي الصينيه الكبيره دي، بس انا عايزه اقول لكم ان انا زودت معلقتين من الدقيق علشان انا نوع الدقيق عندي كان محتاج اكتر. الدقيق خلي بالكم ان هو بيختلف من نوع للتاني. زي ما انتم شايفين انا عملتها اهو، حطيت حبه من اللولو على كل وش واحده، هندخلها الفرن على حراره متوسطه على الرف الاوسط لحد ما يبقى لونها عاجي شويه وبعدين نطلعها. انا هدخلها دلوقتي واوريكم لما تطلع تبقى عامله ايه. قريبه اهي لسه طالعه من النار، وطبعا دي مش هنقدر نطلعها خالص من الصينيه لان ممكن تتفلفت مننا. هنسيبها لحد ما تبرد خالص وبعدين هنطلعها واحده واحده في الطبق بتاع التقديم واوريكم هتبقى عامله ازاي كمان من تحت. الغريبه اهي بعد ما طلعت من الفرن سبتها تبرد وطلعتها، وزي ما حضراتكم شايفين بتبقى كده بالشكل ده من تحت. ونقدمها والف هنا وشفا، كل سنه وانتم طيبين. حلقتنا للنهارده اتمنى ان هي تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.